النهارده هنتكلم عن التحويل ما بين الجامعات الاهليه وبعضها. في البدايه لازم نعرف ان الجامعات الاهليه بتنقسم لصنفين اساسيين، 1 الجامعات الاهليه الدوليه، و2 الجامعات الاهليه المنبثقه عن الجامعات الحكوميه. الجامعات الاهليه الدوليه عددها 4 جامعات، هما جامعه الملك سلمان وجامعه الجلاله وجامعه العلمين وجامعه المنصوره الجديده، والصنف الثاني وهم الجامعات الاهليه المنبثقه عن الجامعات الحكوميه، ودول عددهم 12 جامعه، وهم جامعه بني سويف الاهليه، جامعه المنصوره الاهليه، جامعه الزقازيق الاهليه، جامعه اسكندريه الاهليه، جامعه حلوان الاهليه، جامعه جنوب الوادي الاهليه، جامعة بنها الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية. وسريعا كده الفرق ما بين الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية بيتلخص في فرقين أساسيين، 1 المصروفات الدراسية، 2 التنسيق. المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية بيبقى أقل من المصروفات الدراسية للجامعات الدولية، وتنسيق الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية بيكون أعلى من تنسيق الجامعات الأهلية الدولية. نيجي بقى لشروط التحويل والأوراق المطلوبة. أول حاجة لازم موافقة من الجامعة المحول إليها. تاني حاجة بتقدم الموافقة للجامعة اللي أنت عايز تحول منها اللي هي جامعتك الحالية، بالإضافة لطلب للمنسق عندك أو عميد الكلية للحصول على محتوى علمي وبيان درجات وإثبات قيد وشهادة حسن سير وسلوك. تالت حاجة تاخد الأوراق المطلوبة وتقدمها للجامعة اللي أنت عايز تحول ليها وتعمل مقصة. والمقصة دي عبارة عن مقارنة المحتوى العلمي في الجامعة اللي أنت هتحول منها والمحتوى العلمي اللي درسته نفس الفرقة بتاعتك في الجامعة اللي أنت هتحول ليها. في حالة الموافقة على المقصة بتقدر إن أنت تحول للجامعة اللي أنت عاوزها، بس طبعاً في شروط للموضوع ده. 1 لازم تراعي التنسيق للجامعة اللي انت محول ليها بنفس العام الجامعي لاستخراج شهادة الثانوية العامة بتاعتك. 2 ما يكونش موقع عليك اي عقوبات او جزاءات في الجامعة اللي انت هتحول منها. 3 طبعا لازم تبقى ناجح في كل المقررات الدراسية اللي انت بتدرسها. كده نبقى قلنا كل الشروط والاوراق المطلوبة للتحويل من جامعة اهلية لجامعة اهلية تانية.